ابتكار تحذيري أم عجز عن الخلاص؟ لا ثالث لهذين الخيارين في شارع المدينة التي تطوقها قناصة الميليشيا الإنقلابية وتنتشر في أزقتها الألغام، حيث تأتي فكرة هذه الفاترينات التحذيرية من القناصة خصوصا في الأحياء السكنية القريبة من خطوط التماس. من قبل رمضان إلى الآن في أكثر من 50 حالة طنز، وفي حالة ألغام ما يقارب 4 انفجارات في منطقة الوادي في العسكري هنا ومنطقة ومدرسة عقبة نفسها. طبعا تم نزع الألغام في مدرسة عقبة، وفي منطقة الوادي لم يستطيعوا نزع الألغام بسبب أنه مواجه للسلال. فنحن فعلنا اللوحات هذه، لوحات القنص واللوحات الألغام، تحذيرية عشان المواطنين. صفاء إحدى ضحايا قناصات الميليشيات تتحدث حول الفكرة التي جاءت انطلاقا من واجبها الإنساني كضحية لرصاص قناص، وهي مبادرتها التي أطلقت عليها عنوان شمعة أمل للتخفيف من تعرض المدنيين للقنص في أحياء شرقي وغربي المدينة. طبعا أنا واحدة من اللي قنصوا، وأنا كنت مار في الشارع ومش عارف إنه هذه المنطقة منطقة محظورة أو قنص، فقامت الفكرة هذه على أساس إصابتي كوني أحد الضحايا، فحاولت أنني أعمل حاجة عشان إيش نحد من كثرة الإصابات، لأنه كثرة الإصابات فوق المئات من المدنيين اللي ما لهمش أي ذنب. يرى البعض أن هذه المبادرة خطوة إيجابية ينفذها مجموعة من شبان المدينة كجزء من مهمتهم الإنسانية لحماية المدنيين، ولكن يقابلها امتعاض لدى آخرين من تراخي الجيش والشرعية في إنجاز مهمة التحرير والاكتفاء بهكذا حلول فردية. ليبقى السؤال هنا، إلى متى سيظل السكان في مدينة تعز يدفعون ثمن هذه الحرب في ظل الصمت الداخلي والخارجي؟ حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.